لسه بنكمل عن المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ومسؤولية الشركات تجاه الأفراد في المجتمع، كل الأفراد مش بس الأفراد اللي بيشتغلوا فيها زي ما احنا كنا فاكرين، ولا مسؤوليتها تجاه نفسها إنها تحقق أرباح شخصية ليها أو فردية يعني ليها، فبالتالي ده بيعود على المجتمع في شكل ضرائب أو خدمات تانية. لا، احنا بنتكلم عن مسؤولية مباشرة الشركات بتحققها في المجتمع بس بسبب وجودها شغلها هنا في مصر. عايز أرجع أسأل في شوية تطبيقات فساعدوني كده. يعني أستاذة غادة، أنا أقدر أفهم أنه عندكم جزء من الرؤية، وبرضه هنفضل نستعير الكلمة الحلوة بتاعت الـ DNA، جزء من هوية الشركة هي دعم ومشاركة التعليم. إيه الخدمات اللي بتقدموها للناس بشكل مباشر في مجالات التعليم، ومين اللي ينفع يستفيد؟ خلينا نقول إن أول حاجة كلمة الـ DNA أو الهوية المؤسسية، وإن كل شركة وهي بتبتدي دايماً بيبقى في منظور ورؤية ليها، إيه الأريا المجالات اللي عايزة أعمل تأثير فيها. احنا من ناحيه مجال الاعمال، قطاع الاعمال، احنا مركزين على الطاقه والطاقه المتجدده، وبنساعد الحكومه في مشروعات كتيره دلوقتي للانتقال للاخضر زي ما بيقولوا، انتقال للطاقه النظيفه. من ناحيه البيئيه بنبص على دايما السوشيال الانفيرمنتال امباكت بتاعنا كشركه، دي حاجه من الاساس، لان احنا اصلا ابتدينا كشركه استثمار مباشر، وبالتالي كان عندك تمويل تنموي دايما داخل معاكي، وبيبص على بتعملي ايه الانفيرمنتال سكور كارد بتاعك، انت بيئيا اثرك ايه في كل منطقه بتدخليها. يعني برضو حضرتك صححي لي، هي التنميه المستدامه هل هي مسؤوليه برضو تجاه المجتمع بس ممتد اثرها يعني للمستقبل؟ زمان كانت المفهوم التنموي كان دايما اقتصادي. مع الوقت تنميه يعني بقى عايزين مشروعات تجيب تنميه اقتصاديه. ومع الوقت الجزء البيئي اضاف، الجزء البيئي اضاف للتعريف دوت، بقى النهارده لما بنتكلم على التنميه الاقتصاديه لازم فيها بعد بيئي وبعد سوشيال وبعد مجتمعي. لكن برامج التعليم يعني جوه الشركات بقى النهارده، انت لما مصر بتبص على 17 جول اللي عملها اهداف التنميه المستدامه اللي الامم المتحده و196 دوله اجتمعوا عليهم في 2015، ومصر كانت من الدول اللي مضت عليها. التطبيق حصل على مستوى 2030، عمليه بقى استراتيجيه 2030، ودلوقتي كمان بنعمل استراتيجيات عشان تغير المناخ، لكن حصل توطين للاهداف دي، وعلى مستوى الشركات كمان حصل توطين. العامل البشري ده جزء مهم جدا، اللي هو السوشيال انكلوجن، اللي هو ازاي انت بتبقى عندك شمول، بانك تدخلي، مش عايزه، زعلانه جدا لحد النهارده لسه بنقول شمول، ازاي المراه نحقق تمكين اقتصادي للمراه، تمكين للشباب، ازاي تحضري الشباب دهوت ان هو يبقى عنده الامكانيات وعنده السكيلز اللي تسمح له انه يقدر ينافس، يبقى عنده قدره تنافسيه. كل سنه بتخدموا كام شاب مثلا في البرامج التعليميه؟ احنا 2016 عملنا قلعه هولدنج فاينانشال سيرفيسز سنتر، حاجه مع الجامعه الامريكيه، خرجت الافات الطلبه في مجال الفاينانشال سيرفيسز، الخدمات الماليه. فانت برغم كل الظروف الاقتصاديه، الجائحه، الحرب الاوكرانيه الروسيه، انت عندك لسه عائد سمح لك تقدري كل سنه تطلعي ما بين 15 ل 18 طالب وطالبه، 46% منهم سيدات، والباقيين كلهم شباب من 15 محافظة في منتهى النبوغ، سافروا ورجعوا، فتحوا النهاردة اللي فاتح عنده شركة بتاعت في ريادة الأعمال. قادر أتخيل حد خد الفرصة وتمكن ورجع كمان، اشترطنا عليه أنه يرجع مصر، دي قادر أتخيل قد إيه ممكن يكون تأثيرها عظيم. أنا عايز أرجع بقى لنقطة حضراتكم كلنا اشتركنا فيها. اتفضل. احنا مفكرنا كل شركة بيبقى ليها يعني بادجت أو مصروف للدعاية، ميزانية، ودايما هتلاقي الشركات الكبيرة بتعمل رعايات مهمة. أيوة، احنا مفكرنا نعمل رعايات. يمكن أول رعاية عملناها قلنا إن احنا دايما عايزين نبني بطل أولمبي، فكنا أول حاجة عملناها رحنا لهنا جودة. هنا جودة كان من 3 سنين، كان عندها 11 سنة، تنس الطاولة مش كده؟ تنس الطاولة. هي كانت مصنفة عالميا في السن ده. فاحنا عملنا استثمار مع هنا، بقالنا دي السنة الرابعة اللي بندعمها فيها، او يعني بدأنا السنة الرابعة. النهاردة هي المصنفة الأولى على أفريقيا للكبار. هي دي نقطة عظيمة وعبقرية، بس أنا طول الوقت عندي الحيرة دي، مين بيدور على مين؟ يعني برضو هرجع لدور التنسيق. التنسيق عظيم عشان نقدر نعمل مجهود مؤثر، بس هل في جهود تنسيقيه اننا ندور على الاشخاص اللي بيستاهلوا هذا الدعم وهذه البرامج والانواع دي، ولا بصراحه كده عشان كمان احنا لما نسمع نتخض ونحس بمسؤوليتنا احنا كمان يعني، ولا هي برضو جهود شخصيه ان انا اعرف اوصل؟ لا، هي كل حاجه على بعضها، منظومه كامله. احنا بنقعد مع بعض نتكلم
ونتفق ونشوف ايه اللي ممكن نعمله وازاي نوصل له. ده قطاع مصرفي وبينضم لنا في اوقات كتيره، وانت انضميتي مره في اجتماع ان احنا بنقعد نتكلم احنا عايزين نعمل ايه او نعمله ازاي، هنوصل ايه، ممكن ارجع لوي او لا انا محتاجاكي في حاجه. يعني من ضمن مراحل التطوير وانا بطور في حلوان انا بعمل مدرسه مش موجوده. فانا بعمل مدرسه رول، حاجه موديل جديد مش موجود لا انترناشونال ولا انا قدوري قطاع مصرفي رحت لشركه متخصصه في الاداره، ده عشان انقلها من ان هي سي اس ار لان هي مستدامه. بالزبط. انا عايزه المدرسه تستديم وتفضل، انا مش انا موجوده النهارده مش موجوده بكره ولا بعده. فالباشن اللي عندي مش هيبقى عند اللي بعدي لان انا بنيتها واشتغلت فيها. الاثر بالظبط. فالمدرسه شغاله هتبتدي تشتغل، فبجمع كل الجهود مع بعضها عشان تطلع المدرسه بشكل جميل جدا وفي منطقه ما حدش متخيل. في حلوان المدرسه فيها العاب، فيها رياضه، فيها تمثيل، فيها كل حاجه، فيها حمام سباحه، فيها ملاعب، فيها كل حاجه. كل الاطفال اللي هتطلع هناك هتطلع صح قوي. حلوة. انا بحاول اطلع جيل صح مخدوم. بالظبط. كل حاجه هياخدها وكلنا بنشتغل مع بعض. هو عايز افهم القصه قالت هو الموضوع فعلا لازم يجي من الطرفين. يعني لو احنا مثلا كنا ان احنا بندعم رواد الاعمال وبندعم الشباب ورحنا فعلا اثرنا في 15000 حياه 15000 شاب، احنا نؤمن جدا بمنطقه المهارات بجانب التعليم. لازم الشاب يبقى هو عايز يجي كمان ويدور ويبقى عاوز يجي يتعلم، محتاج يبذل مجهود يمكن اكتر في ان هو، او يمكن التوعيه يا دينا اللي انت بتعمليها دلوقتي دي حاجه مهمه جدا ان الشباب يدوروا، او المراه او في فرص أو يعني اقصد في فرص يدور يبتدي يدور على مؤسسه. يمكن دلوقتي هو عارف اهو ان البنوك بتعمل، انه شركات الاتصالات بتعمل، ان سو ان سو فور، فيبقى في من الطرفين لازم. وبوافقك جدا، هو لو ما دورش وتحمس وقدم واستنى دوره في القبول مش هيلتزم. انا بقى من زاويه تانية عارفه انه في قطاع اصغر مش هيعمل الدور ده. يعني انا ما اقدرش اقول لطالب مثلا عنده 12 سنه ولا 14 سنه ما خدش فرصته انت دور، لكن في الحاله دي احنا بندور عليه. عشان كده سؤالي ليك يا استاذه نجلاء، ازاي بيتم القرار اختيار المكان المشروع اللي بتشاركوا فيه؟ يعني انا اقدر اتفهم انه اكيد بيتعرض كل يوم مئات المشروعات اللي محتاجه دعم، ده حقيقي. تاخدوا قرار ان انا هستثمر في ده، انا هحط الميزانيه بتاعتي في ده ازاي؟ بصي احنا بيتعرض علينا حاجات كتيره قوي، مبادرات كتيره، وبنقعد مع مؤسسات مجتمع مدني، بنقعد مع مسؤولين في وزارات علشان نقدر نمسك في ايدينا نقول ايه المشاكل او ايه الملفات اللي محتاجه دعم من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص عشان نقدر ندخل فيها. ان انا ما ادخلش بقى اقعد انا كمان اعمل حاجات زي ما كل الناس تعمل، لا، انا اشوف الحاجات اللي ليها اولويه اللي بتخدم قاعده عريضه فعلا من المجتمع ذات اولويه، يعني مشكله وهدخل احلها فعلا، اوكي، وساعتها بنبتدي ناخد القرار بناء على كده. فعلشان كده بقولك هي فعلا المسألة من الطرفين، الشباب لازم يبتدي يبذل مجهود ويدخل يدور، الوزارات بتنزل مبادرات، الشركات بتنزل مبادرات وكويسة جدا، البنوك بتنزل مبادرات، فهم عليهم جانب. الجانب التاني من عندنا ان احنا لازم نوعي المجتمع ونبتدي ننشر على وسائل التواصل الاجتماعي احنا ان احنا عندنا المبادرات الفلانية وتعالوا وتفضلوا قدموا فيها.